الخير ويا صباح العافيه عليكم يا مشاهدينا من جديد. وصلنا الى محور حلقتنا لهذا اليوم، راح نتحدث عن موضوع جدا مهم، ان القلق امر طبيعي في المواقف الصعبه، لكن تكرار هذا الشعور مع ابسط الامور يدل على الرهاب الاجتماعي الذي يعتبر واحدا من الامراض النفسيه الاكثر شيوعا في جميع المجتمعات وعلى جميع المستويات والفئات العمريه وبين الجنسين، حيث يصاب ما بين 12.7 شخصا من كل 100 شخص بالرهاب الاجتماعي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ويكون ظهور المرض لأول مرة في معظم الحالات أثناء مرحلة المراهقة. ولمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذا المرض معنا روعة البدري الباحثة الاجتماعية. صباحك. صباح الخير والعافية. أهلا وسهلا، نورتينا. بداية خلينا نتعرف، أكو فرق بين القلق وبين الرهاب؟ الرهاب الاجتماعي بصورة عامة هو شنو؟ هو القلق الشديد والخوف الشديد. شنو أسبابه؟ أسبابه إن الإنسان ما يملك الثقة الكاملة إن هو يواجه أي موقف اجتماعي تسلط عليه الأضواء. يعني القلق مشتق من الرهاب. بلي. طبعا. إحنا شو نقول؟ الإنسان الشديد القلق إيش راح تتولد أده؟ راح تتولد أده نوع من الخوف من ممارسة أي مهنة أو أي تجمع يقف أمامه، ما يقدر يعبر عن رأيه، ما يقدر يواجه، ما يقدر يعبر عن نفسه. ياما وياما شخصيات يمتلكون عقلية وأفكار بالضبط، لكن خجله الشديد ويصنف نوع من أنواع الخجل بالمناسبة وقلة الثقة يعني من أسباب الرهاب الاجتماعي. ما عنده الثقة الكاملة إن هو يظهر، إن هو قوة المواجهة ما يملكها، ما عنده هذا الشيء. القلق اللي يمتلكه يعني يقيده من إن هو يعبر عن نفسه أو يقدر يقف أمام مجتمع يعبر عن فكرته، يعبر عن الطاقات اللي موجودة عنده. فسببها بالدرجة الأولى، سبب هذا القلق هي عدم الثقة بالنفس. طيب شنو الفرق بين الرهاب الاجتماعي والقلق؟ الرهاب الاجتماعي ترى هو مشتق من القلق. الإنسان يكون قلق من ثقته بنفسه تظهر، فراح يقول أني راح أخطأ، أو احتمال أني ما راح أقدر أقوم بهذا العمل، أو احتمال نظرة المجتمع لي شلون راح تكون، فنوع من أنواع القلق. لكن المرحلة الأخيرة بالقلق اللي تسبب الخوف. طيب أكو بعض الأشخاص يكون كلنا يعني عندنا توتر وحذر لبعض المواضيع اللي ممكن إنه إحنا نقدم عليها، لكن شنو هي الأشياء اللي يتحلى بها الشخص اللي أنا أعرف إنه عنده نوع من الرهاب الاجتماعي؟ أقول إنه هذا شخص مو طبيعي. أول شيء قلة ثقته بنفسه، ما يقدر يتواصل ويا الآخر، يعني تردد دائم، انطوائية. شوفي ست، قلة الثقة إن هو ما يقدر يتواصل، ما يقدر يخلي عينه بعين الشخص المقابلة ويتكلم وياه، ما يقدر يعبر عن نفسه، دائما متردد، خايف، قلق من مظهره، من شكله، من طريقة جلوسه، من طريقة كلامه. ما عنده ثقة كاملة إن هو يقعد ويحكي أو يعبر أو يقول أني كذا كذا. شوفينا انطوائي، دائما يكون بهاي الساحة إن هو انطوائي، ما عنده أخذ وعطاوية من المجتمع اللي حواليه. فقلة الثقة هي السبب الأساسي بهذا المرض النفسي. بالمناسبة صنف مرض نفسي. يعني هو دارت أسأل، هل يعتبر الرهاب الاجتماعي نوع من أنواع الأمراض النفسية؟ نعم، صنف مرض نفسي بالصحة العالمية، حتى يعني علاجه بالدرجة الأولى نفسي وعلاج دوائي يعني اتخذوله. زين، مريض أو المصاب بهذا المرض النفسي شنو يفكر؟ وتوجد مضاعفات لهذا المرض؟ يعني خطيرة تأثر على الشخص بالمستقبل؟ شوف، هذا المرض النفسي ليش ظهر؟ شنو السبب الأساسي اللي يخلى هذا الإنسان يصاب بهذا الشيء؟ طيب. مجتمعه والعائلة اللي دا يعيش بيها بالدرجة الأولى. قلة الثقة بالنفس منين تجي؟ بالبداية تجي من الطريقة التربية القمعية. كيف يعني احنا مجتمعنا نربي على الاحترام، لا تتكلم ويا الاكبر منك، لا تتردد الاكبر منك، من تحكي وياي اكو بعض العوائل تخلي عينك بالقاع، هذا ابوك، هذا اخوك، هذا كذا، هذا كذا. نعم. اول شغله قمعنا بيه ان هو يعبر عن نفسه. ست روعه، يعني اليوم هذه المبادئ اصبحت خاطئه؟
لا مو خاطئه. نعم. اكو فرق بين اني ازرع مبدا مبدا ان اني احترم هذا حتى لو طفل. يعني احنا حتى في المدرسه الاحترام الاكبر يحن على الصغير، هذه القواعد الاساسيه بالتربيه الاخلاقيه اللي احنا كنا ناخذها. بس مو قمعيه. اكيد يعني قوي شخصيه الطفل. الطفل من يريد يحكي استمع له حتى لو كان بالنسبه لي موضوع سخيف. صح. لكن هذا الموضوع حيبني له شخصيه، حجم عقله يعتبره موضوع مهم. صح. انا اذا خمس دقائق استمع له واقول له هذا صح هذا خطا هذا يجوز هذا ما يجوز، انا بالدرجه الاولى كسرت حاجز الخوف ان هو يتكلم، كسرت بيه حاجز الخوف ان هو يعبر عن نفسه. من يجي ابني او بنتي يتكلم وياي بموضوع اقول له اسكت مالي خلق. صح. او ما عندي مجال فعلا، او يعني صدق اني انطيك من وقتي حتى اسمع هذا الكلام؟ اسمع انت ليش خسران شيء اذا تسمع له؟ اني من سمعت هنا انا قويت شخصيته. نعم. خليت عنده ثقه يقدر يعبر عن نفسه. هاي الثقه بمرور الوقت من يعني يبدي يكبر وينمو تكبر وياه. نعم. من اقمعه لا ما راح يكون يعني هذا شيء. يكون مرض مكتسب وليس ولاجي، لانه نعم نعم مرض اجتماعي، مرض اجتماعي الفرد تربوي يعني الفرد يكتسبه من بيئته. نعم تربوي بالدرجه الاولى. يعني شوفي احنا مجتمعاتنا العربيه سابقا، يعني ما دا اتكلم عن الوقت الحالي، المجتمعات تنبي بالدرجه الاولى العيب قبل الحرام. بالضبط بالضبط. العيب والخضوع، احنا عيب نتكلم اذلال، اكو اذلال، نوع من انواع القمع الاذلالي للانسان. نعم. ما يخليه يعبر عن رايه. زين اذا اني ما اسمعه شلون راح يظهر امام مجتمع؟ تشوفين الام تتابع اولادها عن طريق شنو؟ نعم. يعني يقدر يطلع بمجتمع يلقي قصيده؟ نعم. ما يقدر. لا اكيد يقدر يعبر عن رأيه، أو يقعد بالساحة مال المدرسة يقرأ آية قرآنية، أو يشعر للعلم، أو فعاليات. من أني ما أنطي الفرصة الكافية يعبر عن نفسه يخجل يظهر أمام. صحيح. الأقرانة ما أزرع على ثقة بداخل نفسه أبني له شخصية قوية. هاي التنمر. نعم. التنمر على الشكل، يعني مثلا يحكي هاي شنو شكلك؟ هاش بيها أسنانك؟ هل ليش عيونه؟ نعم. هذا خطيه حيرتبك. من راح يرتبك؟ راح يتجنب النظر الى المقابل. صح. حتى يقول لا يكشف. هم ترجع على بيئه الاهل وشلون ثقفوا ابنهم اخلاقيا. نعم. يعني انا ارجع واقول بالدرجه الاولى الاهل. العائله. طيب ست روعه، المصاب بالرهاب الاجتماعي شنو العلاج اللي يتناوله؟ او العلاج يكون عبر العقاقير الطبيه ولا علاج نفسي؟ ايش قد يستغرق ويشفى من هذا المرض او هذا الداء؟ علاجين. نعم. العلاج الاول والاهم النفسي. العامل النفسي، تعزيز ثقته بنفسه. نعم. كيف يعني انت الله سبحانه وتعالى خالقك بهاي الهيئة. طيب. الله سبحانه وتعالى خالق كتاب الكريم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني أنت من ظهرت أنت في أحسن تقويمك. بالضبط. هذا جسمك، حب جسمك، أتقبل حالي، حب صوتك، حب كل اللي أنت بيه. أنت ربك خالقك بهذا القالب. لازم يكون أكو شعور امتنان بكل النعم اللي موجودة بالحياة. خليته يعزز ثقته بنفسه. يعني ما شاء الله، الله خلقك حلو، أنت جميل، كلمة طيبة. شوف إحنا إسلامنا ما خلى شيء ما ذكره يخص البشرية. صح. نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال الكلمة الطيبة صدقة، راد يحمي هذا المجتمع العربي من التنمر. صح. حتى أني وأنت وغيرنا وغيرنا ما نخلق شخصيات مضطربة سلوكيا نفسيا تظهر، يعني يجوز تضر الناس فعلا. وحذر اضطراب النفسي، وبعضها من الأحاديث والآيات أنه كسر الخاطر إلا. نعم. كسر الخواطر. يعني ليش أني أضر هذا؟ هذا راح يعيش بهذا الضرر عمره كله. زين. اليوم الرهاب الاجتماعي من خلال حديث حضرتك ركزتي على فئة الأطفال، هل هم الأكثر عرضة للرهاب الاجتماعي أم الكبار أيضا؟ يعني أكثر حتى من سن المراهقة ما بعد 18 معرضين أنه يكون عندهم رهاب اجتماعي من بعد هذا السن، أو هو يكون للأطفال فقط ويكبر معاهم، أو ممكن شخص طبيعي يكتسب هذا المرض مؤخرا؟ شوفي أنا قسمتهم قسمين. قلنا القسم الأول اللي هو العائلة اللي يبدي من مرحلة الطفولة أنه يكون طفل. طيب. والقسم الثاني المجتمع اللي يكون العامل الرئيسي
والأساسي للرهاب كيف المتنمرين. هذا اللي ينصاب بالرهاب الاجتماعي عن كبر من طريق التنمر اللي سمعه قلت ثقته بنفسه، أو موقف مؤذي جدا إليه، أو مثلا يتكلم وتعرض للتجاهل. هذا قتله، قتل ثقته. يقول لك أنا ما عندي يعني إمكانية أظهر على مجتمع وأتكلم وأكسب ثقة الناس إن هم أنظارهم إلي أو يستمعوا لي. هذا اللي يكون عن كبر. أما الأطفال اللي هو أهم مرحلة هي الطفولة، لأن هاي حتعيش ويا للكبر. زين زميلتي سألتك ست روعة على الأعمار، يعني منو الأكثر عرضة؟ أريد أسألك منو الأكثر عرضة، النساء أو الرجال بهذا المرض؟ والله الفئتين، الفئتين أنا ما أميز، لكن الأكثر عند النساء بسبب الخجل. نعم. شوف الخجل نوع من أنواع السلوكات، السلوك عاطفي. يعني إحنا من نجي نصنفه هذا السلوك اللي يمر به المرأة أو البنت بداية مقتبل حياتها حتكون نوعا ما الخجل يسيطر عليه. بالضبط. الخجل اللي ما يسيطر عليه راح يولد عندها قلة ثقة، راح يولد عندها عدم حبها لنفسها. الشاب لا يقدر، يجوز يمر بصدمة يقوم يتجاوزها. إلا العاطفة لعد البنت تكون نسبة العاطفة عالية، يعني هذا يعني سيدات أكثر لأنها عاطفتهم تكون تغلب على أكثر على مشاعرهم أكثر، هي اللي تسيطر عليهم خاصة بالمرحلة اللي تبدي من مراهقتها إلى أن سن العشرينات ما بعد العشرين. أكو بعض النساء يعني تبقى الحالة وياهم صح ملازمتهم صح، وأكو بعض النساء لا، يعني إذا مجتمعها يقويها وعائلتها تدعمها لا تقدر تتخطى. زين برأيك ولو عذرا على المقاطعة، إنه نشوف مرات إنه البنت بالتحديد إنه اللي مثلا مدارسها ممكن لدراستها أو ما متعينة تكون ما عندها هذا الشيء، ومرات نشوف إنه موظفة أو طالبة جامعة عندها هذا الخجل وعندها هذا النوع من الرهاب. حسب شخصيتها هي ما لها، يعني ما يقتصر على إنه ثقافة أو مستوى تعليم. حسب اللي يجوز قاعدة بالبيت مسيطرة. اللي داير مدايرها مطيها ثقة كاملة بنفسها، تنظر لنفسها ماخذة مكانها الحقيقي كإنسان بهذا المجتمع. أني هاي، أني كذا، شخصيتي كذا. حلو. وأكل اللي تخرج واللي تستمع المجتمع، لكن هي هامش. بالضبط. نعم. ما إلها وجود. مرات أني شخصيات عندي تقول لي أني ما إلي وجود، أقول شو ما ليش وجود، أنت إنسان هسه ما شاء الله، أنت من جاي تجين وتداومين، يعني أنت ما أنت شاغلة حيز من الحياة، ما ماخذة نفسك بالعين الكبيرة. لا. نعم. الله سبحانه وتعالى خلقنا خلفاء بالأرض، أني من أنظر لنفسي أني مهمة، شيء عظيم، أني شخصية. هنا أنا تولدت ثقتي بنفسي. صح. هنا أنا أقدر أخرج أجلس وياكم هي غيركم. نعم. أقيم ندوة، أقيم دورة، أتآلف في مجتمع. بالضبط فعلا. أعبر عن فكرتي، عن نفسي، عن عائلتي. فيعني أنا يعني برأيي الرهاب الاجتماعي سبب الأول والأخير ثقة. ثقة النفس، ولازم نعزز ثقتنا بنفسنا مهما كان الموضوع. يعني اليوم محور هذا حديثنا انه الشخص لازم يبلش من نفسه، انه انا ايش قد انا كبيره بعين نفسي، انه انا ايش قد عظيم واشغل حيز عظيم بهذه الحياه اللي الله فضلني عن كل الكائنات الحيه، احب حالي واحب كل النعم، ما عندي اشياء، عندي نعم اني اكون الي قدسيتي، احب ذاتي كلش. أكو فرق بين الأنانية وحب الذات، لا لازم أقدس ذاتي فعليا بعيدا عن الأنانية. خلي نرجع بمرحلة العلاج، منو الأصعب علاجا وشنو تنصحين الأهل؟ طبعا كنا أولياء أمور ونعرف اليوم أنه إحنا أولادنا إذا كان حالتهم النفسية طبيعية أو يعانون نوعا ما خطبا ما، ممكن أنه إحنا من البداية نخلي لهم المستشار النفسي، أو أنه إحنا ننتظر يكبر، أو الأهل ممكن يعالجوا. ومن الأصعب بتلقي العلاج الناضجين أو الأطفال؟ لا طبعا الناضج أصعب. نعم، لأن الناضج هذا من وصل مرحلة يعني بعمره من أنت تبدين استفحل المرض النفسي موجود عنده من جديد، ويا ما راح يستجاب، يكون استجابته بطيئة، تكون نوع من الاستجابة مو سريعة. الطفل سريع وممكن أصلا ما يستجيب الناضج، أو يظل مصر على حاله، يعني هو من شاب على شيء شاب عليه، يعني
يعني يحتاج لوقت. نعم. يحتاج لوقت ان انت تعززين ثقته بنفسك، يحتاج لوقت ان هو يسمعك او يضطر شيء يسوي. يقول لك انا ما اريد اسمع، عندك علاج يعني دواء اشربه وهذا اغلبيه، لان هو وصل مرحله الياس يعني ما يريد يسمع. طيب بما يخص الاطفال، اما الاطفال سريعين الاستجابه. حلو. الطفل مجرد تعطيه حب وحنيه وطبطبه واسمعه، اسمعه يعني اغلبيه عوائلنا العراقيه يعني اتمنى يسمعون اولادهم. اجلس ويا ابني اكو حوار عائلي، اسمع شلونك يوم شلونك بالمدرسه، ايش قالوا لك، ايش قريتي، هاي الاسئله. وتبدي الطفله او الطفل يتكلم هيك صار فلان كذا فلان، الام تستمع بابتسامه لطيفه، واذا اكو خطا لا ماما لا تسويها، هذا خطا حبيبي، هذا يعني اخاف زعل المقابل، لا ابني ما يصير هيك. هاي الكلمات شوف ايش قد بسيطه، لكن هي تبني لك انسان. صح. تبني اساسه، بنى تحتيه، شخص سوي، اكو يصير شخص سوي. بنى تحتيه. احنا من نريد مؤسسات تنهض بيش نبدي؟ الاساس بالبنى التحتيه. انت من اسستي بنى تحتيه قويه رصينه انت اطمئني على بنيانك. استروعة ذكرتي الاطفال وقلتي انه اكثر استجابه للعلاج من هذا المرض. اريد اسالك بخصوص الاطفال اللي متعلقين زياده بامهاتهم وما تعرفين انه احنا مبلشين بعام دراسي جديد، يعني خصوصا المراحل الاوليه، الاول ابتدائي والروضه والتمهيدي، هاي التفاصيل او هاي المرحله، انه يريد والدته انه تجي وياه، او تريد يريد انه والدته انه هي تودي وهي اللي تجيبه، ما يريد خط. هذا هو نوع من الاعراض. أوف. طبعا شلون نقدر او تقدر ربه الاسره انه تقدر تحافظ على ابنها او على الطفل وتخلصه من هذا الخوف؟ اول شيء سبب تعلق الزايد بالام هي الام نفسها. شلون انا هسه واحده من الناس عندي ابني بالصغير، الله يحفظه، حبي له، حبي له، تعلقي به، لا 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 اخاف يوقع، لا 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 اخاف ما حد يدير له بال. هذا الخوف، الخوف من الام، فالمن نقلت خوفها، نقلت خوفها للطفل. الطفل بهيجي حاله اتكل على يمن، اتكل عليها، خلاها هي المحور الرئيسي اللي تحركه. لكن شغله واحده اللي يودون اولادهم للروضه يبدي يخليه هو يدفعه اختلط. انا شو مفهمي اولادي اثنيناتهم، ماما احنا نشتغل حتى نعيش. الانسان اذا ما يعمل ما يعيش، ماكو انسان يجي ينطيك ويقول لك انت قاعد ما جاي تعطيني شيء، لا صح. اعمل تعيش. اول فكره زرعتها عندهم من اني ما تاركتكم، احنا دا نشتغل ونرجع. حلو. وارجع لكم اول شغله تواد يعني يعني تبادر، او ممكن اوفر له الاشياء اللي يحبها هاي حتى يعرف يعني اني ما تركت كذا، اني تركت السبب. نعم. هاي اولا. ثانيا اني احبكم، اثق بكم، انتم لازم تثقون بالاخرين حتى تقدرون تتعايشون وياهم. عززت ثقتهم بنفسهم، فهاي الخلل مو بالطفل، الخلل بام الطفل. طيب هي بهيك حاله انه انذب اللوم على الاب ولا على الام؟ لا، بالمرتبه الاولى اللوم على احد، هذا كله سبب الحب. نعم. سبب الحب الزايد والتعلق الزايد بالاولاد. الحب مشكله، مشكله. الحب هو اساس الحياه. اي نوع يا حبيهم؟ بلا حب كل انواع، كل انواع جميله. جميله. انت كنتي مشكله. هو مشكله طبعا، بس مشكله حلوه. احلى شيء اني اذا ابلش بحب ذاتي احب كل شيء. أه. هاي يبقى على اني مشاعري المن امنحها، وعادي نقدر نسوي لها كات. دخلنا غير موضوع بالحديث عن الاطفال وشلون انه اني ممكن بعض الاوقات انه اتخلى عن ابني لوقت معين، يعني على الروضه او المدرسه. خلينا نتحدث عن الاولاد اللي يعانون من الرهاب الاجتماعي في المدارس، خصوصا بالمراحل الاولى، كيف يتم التعامل معهم من قبل ادارات المدارس والكادر التدريسي وحتى من قبل اوليائهم؟ شوفي خل اقول لك، خلينا نكون صريحين، المدارس اللي موجوده، حسيت هذا الموضوع لامس قلبك. خلي اكون صريحه، انا يعني اتكلم بصراحه مطلقه يعني، وما احب يعني اخذ وقت زايد. هذا الموضوع المفروض احنا نسوي به توعيه للمدارس. طيب مو كل المدارس عندها هذا الفكر، يعني يقول لك ثقافه التعامل مع الاولاد بخصوص هذا الموضوع هي بها مشكله من قبل بعض المدارس. اي بالله، يعني مو كل الادارات، اني يجوز اللي شفتهم اغلبيه، بس نقول ان خليت
قلبت أكيد. أكيد أكو ناس هنا محتاجين ثقافة فكرية جدا، ثقافة أخلاقية جدا، ثقافة اجتماعية، إحساس بالمسؤولية والأمانة. يعني أتمنى إن صوتي يوصل، الكادر التربوي يكون يتمتع بمرونة والحب يظهر عليه بالتعامل فعلا. يعني هذا من هو خايف اتعامل وياه انه هو طفل خايف ما اقول له امشي روح صفك، ومن يتكلم صح. اقول له الفاظ نابيه قص ارقط اسكت روح صح يلا صح لا صح. تجي هذا راح يخاف بالزايد بالضبط. ما راح اني حتى يتعلم من هاي المفردات ما راح اني اكسبه. ترى المدرسه هي بعد العائله نعم. يعني نعم. قيمتها صح. النفسيه قد الشخص ترى بعد العائله، اكو عند عوائلهم هو مرتاح لكن يحمل هم للمدرسه نعم. من يروح ما حد يسمعه صح. او يتعرض للتنمر او يتعرض للضرب. القساوه بين الاطفال اكثر من القساوه من كبير على طفل صح. نعم. الكبير تتملك شعور يعني بالعطف ممكن. بين الاطفال لا اكو قساوه زي. هذا ينضرب يندفع من يروح يشكي ما يلقى احد يسمعه. طيب شنو نعم. الحلول للحد من هاي الظاهره برأيك؟ أنا أرجع وأقول إن توعية هذا مجتمع رسالة توجهيها لكل الكوادر التربوية. أتمنى أتمنى إن كل الكوادر يستمعون للطلاب اللي عندهم يشوفون شنو مشاكلهم، يوعوهم لا تضرب لا تتكلم كلام مو حلو، احنا هنا اهلكم، احنا هنا من بعد ابوكم وامكم، امنح الامان، اني هنا عنصر فعال نعم. أأمنك وادرسك انا لحمايتك اللي انطيك اللي انت باكر عقبه تقدر توقف على رجلك بهذا المجتمع تواجهه. حلو. فيعني اتمنى هذا الشيء. طيب ست روعة ذكرتي التوعيه من قبل الكوادر التدريسيه، حضرتك انت كباحثه اجتماعيه وبقيه زميلاتك وزملائك بهذا الاختصاص ما حاولتوا انه تعملون فرق، تعملون دورات وورشات خاصه نعم. بالمدارس نعم. حتى الجامعات يعني نعم. خصوص هذه المواضيع كل الفئات نعم. ندوات موجودة وإحنا أقمناها. أكو تعاون طيب بينكم بين الكوادر التدريسية وأيضاً أكو الجامعات. يعني أنا دا أقول إذا أكو ندوة توعية بعض الكوادر يعني كل شيء يقدمون تعاونهم ويانا. نعم. يعني هم عندهم هم مثل الهدف السامي اللي إحنا عندنا. أكيد. أنت ذكرتي جملة حلوة ومهمة. لو خليت قلبت أكيد أكو أشخاص لا يعرفون الأمانة المهنية، عندهم الأخلاق، عندهم الفكر المثقف المحترم، يعون قيمة الإنسانية، يعون هم حجم الأمانة الموكلة صحيح هذا المجتمع. موجود يعني نعم. إحنا ما نقول نعمم مجتمعنا مظلم لا لا عندنا 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 أناس نفخر بهم بالمجتمع بصراحة نعم نعم زين. إحنا اليوم تدخل الأهل بحياة أولادهم هم موضوع جدا كبير وممكن اليوم يقمعون قراراتهم ويقمعون رغباتهم. شو وقت الأهل يقدرون يتدخلون بقرارات أولادهم ويبنون لهم شخصية طبيعية والقرار يكون طبيعي إنه رجعنا للموضوع الأول اللي تكلمنا به بداية لا هذا قمع للقرار الأهل من يستمعون لأولادهم من البداية راح يتعود الأب أو الأم. بالمناسبة ترى هي التربية يعني ما شو مقتصرة يكون صح وشو وقت يكون ما خطأ ما مقتصرة على أم أو على أب لازم لا يكون الطرفين احنا نقول أولياء مشترك. الأمر نعم. مشترك من يبدون يستمعوا لهم بكل مراحل عمرهم لما يوصلون المرحلة يريدون يتخذون بها قرار قرار مصيري تحديدا راح يتعود الولد والبنت يشارك أهله يتعود على مشاركة الأهله زين نعم. فمن يبدي يشارك أهله فكرته راح يسمع رأي أمه راح يسمع رأي أبوه ويبقى هو يعني هو مرجح إي أم لا. لكن اليوم خلي نكون إحنا أنتي صريحة كلش اليوم ما معقولة أني ابني تعبت عليه وانطيت حياتي وانطيت وقتي بعدين أني أشوف قراره ما راح يكون مناسب إله برأيه هو مناسب لكن بحكم خبرتي بالحياة وحرصي عليه ممكن قراري هو صائب. إيش وقت يكون التدخل حل؟ لازم أوصل لفكرة قراري صائب بس بطريقة دبلوماسية إن أنا أقنع بي حلو أي. يعني أقنع بي أنا قراري أوكي أنت تريد تروح فنون جميلة وأنا أريد طب طب تفيدك هاي مستقبلك أرسم له مستقبله أشوف إن هو يحب الفنون جميلة أوكي روح فنون جميلة أنت صاحب القرار لكن خليها ببالك هذا قرارك اللي راح تتخذه تعيش بيه عمرك كله نعم حلو يمشي وياك عمرك قرار كله قرار مصير يعني تريد انت مصيرية. تتحمل مسؤولية تتحمل المسؤولية نعم. لكن لا تجيني في يوم من الايام وتقول لي انا حسيت خلل اني بهذا اتخاذ القرار
من تخلينا بموضع حيرة راح يرجح هو يرجح منه اللي أهم يجي صح. أنا فكرت بكلامك باختياره هو ما قمعته لا سمعته انطيته مجال يختار يعني مختصر كلامك انه احنا لازم نتعامل او بخصوص انه ننطي راينا باي موضوع بخصوص اولادنا انه بدبلوماسيه جداً. وبشفافيه وبشيء مقنع بحيث احنا نقدر نقنعه برضا يعني مو انه هو راح يكون عناد او غصبا عليك شركاء فكريا نعم انا اعرف عوائل يتحكم بالزواج صح يعني والله انا هاي مرتك ما احبها انا احبها انا اريدها ومشى كلام اهله وترك زوجته اللي يحبها وراح على غير يعني العائله ترى العائله هي الاساس اكيد هي الاساس بكل المشاكل اللي نمر بيها ست روعه طبعا اليوم نورتينا حبيبي شكرا جزيلا لك وتواجدك ويانا اكيد شكرا على هذا الموضوع الحلو طبعا بالتاكيد احنا مستمرين راح نبقى ضمن اطار الموضوع مع او ضد تدخل الاهل في قرار التعليم لاولادهم الى هناك